بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب المصطلح العلمي الدال على جسم يمتص كل ما يسقط عليه من اطوال موجية ثم يعيد اشعاعه مرة اخرى. طبعا ده بنسميه الجسم الاسود المثالي. جسم يمتص جميع كل ما يسقط عليه بنسميه الجسم الأسود المثالي. طيب علم. يقل الطول الموجي المصاحب لكل جسم بزيادة سرعته. يقل الطول الموجي لحركة جسم بزيادة سرعته. حاسبين حسب مبدأ دبرولي ان لمدة طول الموجي كل جسم متحرك صاحب طول الموجي يساوي ثابت بلانك مقسوما على كمية الحركة MV. اذن العلاقة بين الطول الموجي والسرعة علاقة عكسية عند ثبوت ثابت بلانك وكتلة الجسم. فإذا كان كتلة الجسم في هذه الحالة أو الجسم يمكن تعجيله أو زيادة سرعة الإلكترون، إذن كلما زادت سرعته تقل أو يقل طول الموجي. إجابة: لأن العلاقة عكسية، العلاقة عكسية بين الطول الموجي والسرعة، وهذا بيكون متضح في الإلكترون وليس الفوتون، لأن الفوتون لا يمكن تعجيله بينما الإلكترون يمكن إيه تعجيله، يعني زيادة سرعته. في السؤال السابق إذا كان نفس الفوتون في حالة سكون فتكون كتلته بتساوي صفر. إذا كان في حالة سكون كتلته بتساوي صفر. هنا اذكر وظيفة الكاثود في أنبوبة الكاثود. طبعا احنا عارفين ان أنبوبة الكاثود انتفاخ زجاجي مفرغ من الهواء بهذا الشكل، شاشة من مادة الفلوريسنت تأثر بالإلكترونات بسبب توهج. هنا بقى الكاثود اللي نقصد به اسمها الكاثود او الفتيلة، دي اهميتها مصدر للالكترونات، مصدر للالكترونيات، لان دي زي الفتيلة بيحصل لها انبعاث حراري. يبقى فكرة عملها الانبعاث الحراري حيث يتحرر منها الالكترونات عند تسخينها. طيب تعال نشوف الشبكة في أنبوبة الكاثود. فينا الشبكة كده، دي طبعا بتبقى المصعد وبها فتحة بحيث تعمل على تسريع وجذب الإلكترون، جذب وتسريع الإلكترون ليمر في خط مستقيم نحو الشاشة. ولكن المجالين الكهربي، ده المجال الكهربي للوحين، والمجال المغناطيسي ده لتوجيه وتحريك شعاع الالكترونات، لتوجيه. يبقى دولت مجالين، مجال كهربي ومجال مغناطيسي لتوجيه وتحريك شعاع الالكترونات. لماذا فشلت النظرية الموجية في تفسير التأثير الكهروضوئي؟ طبعا فشلت فانها قالت ان كلما زادت شدة الضوء، كلما زادت شدة الضوء زادت شدة الضوء زاد تحرك الإلكترون. طبعا هذا الكلام غير صحيح. في كلمة شدة الضوء،
لأنه قد يكون ضوء شديد بس ضوء ذو تردد أقل. مثلا الضوء الأحمر، يعني لو عندنا الخلية الكهروضوئية، ده السيزيوم وده المصعد، افرض سقطنا ضوء أحمر، يبقى مهما زادت شدة الضوء الأحمر لا يتحرك ترنوت، وهي إذن هي فشلت. أدو كلما زادت شدة الضوء ولم تحدد تردد الضوء، ولكن الأصح إن كلما زاد الضوء في حالة أن التردد يكون كافي لتحرك ترون أو تردد أكبر من التردد الحرج، تردد الساقط، إذن كلما يبقى فشلت، لأنها نصت كانت تنص على أن كلما زاد شدة الضوء زاد تحرك ترون وأهملت التردد، لأنه يجب أن يكون التردد الساقط أكبر من التردد الحرج، طاقة الفوتون الساقط أكبر من دالة الشغل. حتى أيضا نصت على أن لو كان الضوء ضعيف، شدود ضعيفة بعد فترة يحدث تحرك، وزيادة شدود الضوء يزيد من عدد الدكتور المحرم، هذا غير صحيح. تعال شوف السؤال اللي بعده، اذكر نوع الطاقة المستخدمة في تحرير الكترونات في المهبط في كل المادي. أنبوبة الكاثود، الطاقة هنا طاقة كهربية حيث تعمل على تحرير الكترونات، يبقى نقدر نقول في أنبوبة الكاثود طاقة كهربية لتسخين الفتيلة وحدوث انبعاث حراري. يبقى الانبعاث الحراري يبقى في أنبوبة الكاثود بسبب الفكرة عمله انبعاث حراري، لأن الطاقة الكهربية تستغل في تسخين الفتيلة. الخلية الكهروضوئية طاقة ضوئية لأن لازم يكون طاقة الضوء الساقط، لازم تكون طاقة الضوء الساقط أكبر من أو تساوي دالة الشغل لكي يتحرر الإلكترون. في الميكروسكوب الإلكتروني، نوع الطاقة المستخدمة في تحرير الإلكترون في الميكروسكوب الإلكتروني هتبقى طاقة كهربية لتحرير الإلكترون أو تكوين مجالات كهربية. أعلن انشطار نواة الذرة ينتج عنه كمية هائلة رغم صغر حجمها. حسب قانون أينشتاين، إن الفوتون إذا توقف يتحول إلى طاقة. حسب القاعدة، إن الطاقة المتحولة هتساوي الكتلة للطاقة الناتجة، الطاقة الناتجة هتساوي الكتلة المتحولة في مربع سرعة الضوء، في مربع سرعة الضوء. إذا تكون طاقة هائلة، فلو فرضنا مثلا 1 جرام كمثال، يبقى الإي بتساوي 1 جرام هنحوله لكيلو، يبقى 10^3 في مربع سرعة الضوء اللي هي 3^10^8، هيطلع رقم كبير جدا. إذا تنتج طاقة هائلة. ما المقصود بقانون فين؟ قانون فين هنقول إن الطول الموجي، لما جينا نرسم منحنى بلانك، وجدنا بين شدة الإشعاع والطول الموجي، وجدنا إن أشعة الشمس اللي درجة حرارتها منحناها بهذا الشكل عند درجة 6000 كلفن، لما استخدمنا المصباح ذو الفتيلة، لأن الطول الموجي أقصى طول موجي 1 مايكرو، هنا 0.5 مايكرو، لما استخدمنا أشعة الأرض صادرة من الأرض عند 300 كان 10 مايكرو. وجدنا إن العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي ليميدا ماكسيموم، يبقى نقدر نقول الطول الموجي، نقول أن الطول الموجي للترددات الأكثر إشعاعا، الطول الموجي للترددات الأكثر إشعاعا، الطول الموجي للترددات تتناسب عكسيا
مع شدة الإشعاع الحراري تتناسب عكسيا مع الدرجة الكلفانية، تتناسب عكسيا مع الدرجة الكلفانية المطلقة. جهد حاجز سطح الجهد، احنا عارفين ان النواة موجبة، يجي الالكترون يهرب ففي قوة جذب الالكترون للداخل وتمنع تحرك، يبقى جهد السطح الحاجز هي قوة جذب الالكترون، قوة جذب الالكترون للداخل، قوة جذب الالكترون للداخل، جذب الالكترون للداخل وتمنع تحرر. طيب في ظاهرة كومتون، ماذا يحدث الفوتون بعد التصادم من حيث سرعته؟ من حيث سرعته طبعا الفوتون ضوء، والضوء سرعة ثابتة إذن لا تتغير. لو خدناها في شكل لماذا سرعة الفوتون لا تتغير؟ لأن الفوتون ضوء، الضوء عبارة عن فوتونات، والضوء سرعته أو موجة كهرومغناطيسية سرعة ثابتة. كتلة الفوتون في الحالة أيضا في الحالة ديت لا تتغير لأنه ما زال متحرك. نص قطره احنا عارفين ان الليمدة بتساوي ان في الليمدة بتساوي 2 باي ار. يبقى العلاقة بين الليمدة والار علاقة طردي. طيب احنا عارفين ان بعد التصادم اللي يحصل فان طاقته تقل، يعني طاقته يعني تردده يقل، يعني طوله الموج يزيد. اذا طول الموج زاد يبقى نص القطر بتاعه يزيد. شوف الاجابه كلمه واحده بس لها تفسير. اتفقنا ان ممكن نعين الطول الموجي ان اللي هو رقم المستوى في الطول الموجي بيساوي المحيط، يبقى علاقه بين الطول الموجي ونص القطر علاقه طردي. يعني إذا نص قطر زاد طول الموج زاد يبقى نص قطر يزيد. طيب تعال نشوف كده بعد التصادم ماذا يحدث. بعد التصادم طاقته تقل، يعني تردده يقل، إذا طوله الموج يزيد. فإذا زاد طوله الموج زاد نص القطر. شوف السؤال اللي بعده، تكتب مصطلح علم الفيزياء اللي تمكننا من تفسير مشاهداتنا اليومية والتجارب العادية. مشاهدتنا يعني يمكن هو تفسير الظواهر التي يمكن مشاهدتها، اسمها فيزياء تقليدية أو فيزياء كلاسيكية. فيزياء تقليدية اللي هي الكلاسيكية. طيب الفيزياء التي تمكننا من دراسة الظواهر لا نراها بالعين، طبعا هي دي الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة بهذا الشكل. سقط فوتون من أشعة إكس، طوله الموجي بدل متر على إلكترون، فتشتت الفوتون في اتجاه معين بطاقة، يبقى ديت الإيه. طيب احسب الزيادة في طاقة حركة الإلكترون. أيوة نعرفين الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث منها، وأن الطاقة التي مجموع طاقتي الحركة قبل التصادم بيساوي مجموع طاقتي الحركة بعد التصادم. هو مطلوب مقدار الزيادة في طاقة الحركة هي تساوي مقدار النقص في طاقة الفوتون. يعني سقط فوتون بطول موجه نقدر نجيب طاقته، فتشتت الفوتون في اتجاه معين بطاقة كذا. يبقى الإجابة على السؤال نجيب طاقة الفوتون قبل التصادم، الطاقة الحركية له قبل التصادم، ونجيب طاقته بعد التصادم ونطرحهم من بعض، لأن هذا النقص إذا نقدر نقول النقص في طاقة الحركة يساوي الطاقة التي يكتسبها الإلكترون اللي هي الزيادة في طاقة حركة الإلكترون. طيب نحسبها إزاي ديت؟
احنا قلنا ان الزيادة، نقدر نقول الزيادة في طاقة الالكترون، في طاقة الالكترون هتساوي النقص او الفقد في طاقة الفوتون. طبعا هو جاب بداية الليمي ده، يبقى ايه القانون؟ نجيب الطاقة، نقول الليمي ده هنقول اتش، الطاقة الحادية اتش في نيو. طيب هنشيل النيو نحط مكانها سي على اتش في سي على ليميت ناقص الاي اللي هي اللي اتشتتت. طيب بيساوي تحت يساوي الاتش رقم ثابت اللي احنا عارفينه، هيجي لك المعطيات 6 6 2، اهو موجود الاتش ثابت اهوت، 6 في 10 على طول مرة واحدة، 6 في 10 أس سالب 34 اللي هو ال H، والسي موجودة اللي هي سرعة الضوء، السي أهيت 3 في 10 أس 8 على ليميدا اللي هي المعطى، ليميدا بالمتر بتحولها جاهزة، 2 في 10 أس سالب 11. الناتج ده هوت هنطرح منه مين؟ هنطرح الطاقة اللي هي ده هي 6 في 10 أس سالب 16، يطلع لنا الناتج المطلوب. طيب النقص في كتلة الفوتون، أولا الفوتون طالما متحرك له كتلة ولكن إذا توقف، إذا توقف ممكن تتلاشى كتلته وتحول للصفر. إذن النقص في الكتلة، لا يحدث أي نقص في الكتلة. طيب اذكر الدور الذي ساهم بها كل من العلماء في نظرية ازدواجية الموجة والجسيم، كومتون. كومتون اللي هو عمل تأثير كومتون، وقال ساهم في أن الموجة تعتبر جسيم. إذا الموجة يعني هنا فسر وجود أن الموجة لها صفة جسيم. إزاي؟ لأن قال عند السقوط فوتون ذو طاقة عالية، فوتون ذو طاقة عالية كده، فوتون ذو طاقة عالية زي إكس راي أو جاما راي على مين؟ على إلكترون. إذن اعتبر هنا الفوتون ده هوت، اعتبر فوتون وكأنه جسيم، يعني اعتبر بأن الموجة لها صفة جسيم. فإن الإلكترون طاقته الحركية تزيد بينما الفوتون طاقته تقل. كلمة طاقته تقل يعني معنى ذلك إن طاقته تقل، يعني معنى ذلك إن تردده يقل، معنى ذلك أن طوله الموجي يزيد. إذن اعتبر أن العالم كومتون أن الموجة لها صفة جسيم. دي برولي العكس، أن كل جسم متحرك أو كل جسم له طول موجي يساوي ثابت بلانك مقسوما على كمية الحركة. يعني أن كل جسم له صفة موجية، كل جسم جسيم متحرك هيكون له صفة موجية. ليه صفة موجية؟ لأن صاحبه طول موجي يساوي ثابت بلانك. أما ثابت بلانك ده افترض إن الإشعاع عبارة عن كمات، الإشعاع عبارة عن كمات، لكل كمة طاقة، والطاقة بتاعته إيه؟ هتساوي ثابت بلانك، هتتناسب طرد مع التردد، شلنا التناسب وضعنا ثابت اللي هو ثابت بلانك، والطول الموجي هتنعوض عن النيو بسي على ليميت. اذكر استخدام واحد لكل ما ياتي: الموجات الميكرومترية في الرادار، الرادار سواء رادار السيارات او الطائرات الى اخره، الاشعة تحت الحمراء طبعا دي تستخدم في الرموت، في فتح وغلق الأبواب
اوتوماتيك. ما الأساس العلمي الذي بني عليه منظار الرؤية الليلي؟ الأساس العلمي اللي هو الانبعاث الحراري. الانبعاث الحراري، حيث أن كل جسم ينبعث منه انبعاث حراري ويمكن التصوير الحراري به. ظهور الصورة على شاشة تلفزيون الكمبيوتر في أنبوبة أشعة الكاثود، تفسيرها أو الأساس العلمي بتاعها إن احنا عندما تسخن فتيلة ينبعث من الإلكترونات، يبقى انبعاث الإلكترونات من الفتيلة عن طريق انبعاث حراري، ويقوم المجالين الكهربي والمغناطيسي، مجالين الكهربي والمغناطيسي بتوجيه وتحريك شعاع الإلكترونات، شعاع الإلكترونات رأسيا وأفقيا لتكون إحداثيات الصورة. الميكروسكوب الإلكتروني اللي هي فكرة عمله الطبيعة المزدوجة للإلكترون، يعني معنى ذلك إن كل جسم متحرك، يصاحبه طول موجي يساوي ثابت بلانك مقسوما على كمية الحركة. إذا فكرة العمل تبنى على كلما زادت سرعة الإلكترون كلما قلت طول الموجي، علاقة عكسية، وبالتالي أصبح أصغر من تفاصيل الجسم، لأن من شروط الرؤية أن يكون الطول الموجي أقل من أو يساوي تفاصيل الجسم. ودي فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني اللي هي الطبيعة المزدوجة للإلكترون، حيث مبدأ دبرولي بينص على أن الطول الموجي يساوي ثابت بلانك مقسوما على كمية الحركة كتلة في السرعة. إذا العلاقة طبعا ال H ثابت بلانك وكتلة الإلكترون ثابتة، إذا العلاقة بين سرعة الإلكترون، حيث أن الإلكترون يمكن تعجيله يعني زيادة سرعته، إذا يقل طول الموجي ويصبح أصغر من تفاصيل كومبتون. ماذا يحدث الإلكترون بعد التصادم؟ سرعته طبعا تزيد. طب ليه تزيد؟ لأن احنا عارفين إن كمية الحركة M في تربيع كتلة لا تتغير، إذا السرعة تزيد كتلته ثابتة، طاقته الحركية تزيد، لأن الطاقة الحركية نص M في تربيع، كتلة ثابتة وبأن السرعة زادت يبقى إذا كمية الحركة كلها تزيد. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان تردد الضوء الساقط على سطح معدن أقل من التردد الحرج، فإن طبعا لا تنطلق الإلكترونات. تاني، إذا كان تردد الضوء الساقط على معدن أقل من التردد الحرج لا تتحرك الإلكترونات، إذا كانت تساوي يحرر فقط. طيب بالنسبة النسبة بين طاقة الفوتون إلى سرعة الضوء في الهواء تساوي إيه؟ هنا بالنسبة للوضع ده، طاقة الفوتون إلى سرعة الهواء، طب عايزين نجيب العلاقة اللي بتربط ما بين طاقة الفوتون إلى سرعة الضوء في الهواء، بس بشرط يكون بالشكل ده. طبعا الإجابة الصح هي لأن دي طاقة الفوتون ودي سرعة الضوء، يبقى لك النسبة بين طاقة الفوتون إلى سرعة الضوء في الهواء هذه القيمة. طيب طبقا لتصور أينشتاين في تفسير الظاهرة الكهربائية، فإن تردد الضوء هو المسؤول عن تحرر الإلكترون من سطح المعدن، ولا شدة الضوء هي المسؤولة عن تحرر المعدن، ولا واحد وباء كلاهما صحيح، ولا واحد وباء كلاهما خطأ. طيب تعال نشوف الكلام ده. طبعا تردد الضوء هو المسؤول، ده صح، بس وجود شدة الضوء هي المسؤولة عن تحرر الإلكترونات صح برضو، يبقى شدة الضوء في وجود تردد أكبر من الضوء الحرج. طبعا الاثنين دولت هما، يبقى الإجابة الصح جي.
يعني السؤال، طبقا لتصور اينشتاين في الظاهره القرضيه، احنا قلنا الظاهره القرضيه تحرك ترون من سطح المعدة عند سقوط ضوء مناسب. معنى كلمه مناسب معناها ان تكون تردده عالي اكبر من التردد الحرك، وتردده عالي وان تكون شدته عاليه ايضا، لان كلما زاد، بس اهم رقم واحد التردد، وبالتالي وزياده الضوء تؤدي الى تحرر اكثر. يبقى الاجابه الصح الف وباء كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. هو الاجابه الصح يعني يجب نقول الف، بس الف ومع شده الضوء كمان. إذا سقط ضوء على سطح معدن فتحرر إلكتروناته، فاذكر شروط. شرط واحد يمكنه، واحد زيادة عدد الإلكترونات. يبقى إذا سقط ضوء على معدن فحرر إلكتروناته، معناه ذلك معنى حرره معنى أن طاقة الفوتون الساقط أكبر من دالة الشغل. إذا زيادة العدد في الخلية دون إيه؟ دون زيادة الطاقة. ان احنا نزود من شدة ايه؟ زيادة من شدة الضوء، بس بشرط ان يكون تردده اكبر من تردد الحركة. طب زيادة الطاقة الحركية المنبعثة في القضية القرض ايه؟ زيادة على الالكترونات دون زيادة الطاقة. زيادة طاقة حركة الالكترون في الخلية دون زيادة العدد، يبقى نزود فرق الجهد. زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبط يزيد من الطاقة الحركية، حيث القانون احنا عارفينه اللي هو ايه؟ في هتساوي نص ام في تربيع. يبقى طاقة الحركة بيساوي شحن الالكترون في فرق الجهد. فرق بين في ديت سرعة الإلكترون، لكن ديت فرق الجهد، يبقى زيادة فرق الجهد. ما المقصود بالظاهرة الكهربائية؟ ظاهرة تحرر الإلكترونات من سطح معدن، عند سقوط ضوء عليه، بس عند سقوط ضوء ذو تردد إيه؟ مناسب. الفوتون كم محدد من الطاقة؟ إذا استخدم فرق جهد 355 فولت بين كاثود في الميكروسكوب الإلكتروني، فاحسب طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة. طبعا معروف إن فرق الجهد إن دي في الفي بتساوي نص ام في تربيع، لان ده طاقة الحركة بتعتمد على فرق الجهد. طيب دي شحن الالكترون الاي، ودي فرق الجهد، وهنا كتلة الالكترون، وهنا شحن سرعته. تعال نشوف كده، فرق الجهد موجود، نجي مكان ديت ونحط مكانها 3.55 فولت. طيب فاحسب طاقة الحركة، يبقى دي كلها مجهولة، كل ده مجهول. طبعا عندنا شحن الإلكترون موجودة، ونقدر نعوض شحن الإلكترون اهي موجودة، نحطها هنا، خلاص نقدر نجيب الطاقة الحركية. اتنين سرعته، ما احنا عارفين الطاقة الحركية اللي هي كاينيتيك انرجي بتساوي نص ام في تربيع. كتلة الإلكترون هي موجودة، وعندنا دي معلومة، يبقى ميلي مجهول عندنا في تربيع بالتعويض يمكن إيجاد. هل يمكن رؤية جسم طوله 5 أنجستروم؟ يبقى لازم نحسب الطول الموجي. نحسب الطول الموجي إزاي؟ إحنا عارفين إن الليمدة بتساوي اتش على ام سي،
الاتش ثابت بلانك موجود، معلوم ثابت بلانك، ثابت بلانك هو موجود. طيب وكتلة الالكترون موجودة والسي سرعة دي موجودة، نحسب مين ليميدا. فإذا كانت ليميدا اللي هو الطول الموجي، الطول الموجي إذا كان الطول الموجي أصغر من أو يساوي 5 × 10 أس سالب 10 اللي هو طول الفيروس، فإذا كان الطول الموجي اللي هيطلع ده هو أصغر من أو يساوي 5 × 10 ÷ 5 = 16 يمكن رؤيته، ولكن لو كان غير كده لا يمكن رؤيته. قارن بين الإلكترون والفوتون من حيث الشحنة وإمكانية التعجيل. معروف، سؤال بسيط وجميل. الإلكترون سالب، إذن يمكن تعجيله، يمكن تعجيله. بينما الفوتون غير مشحون وسرعته ثابتة، متعادل، متعادل، غير مشحون إذن وسرعته ثابتة، لا يمكن تعجيله لأنه موجة كهرو مغناطيسية. عدم قدرة الضوء المرئي على توضيح تفاصيل الدقيقة للفيروس، لأن من شروط الرؤية، من شروط الرؤية أن يكون طول، أن يكون الطول الموجي أصغر من أو يساوي، أن يكون الطول الموجي أصغر من أو يساوي تفاصيل الجسم. وحيث أن الطول الموجي للضوء أصغر، ولكن في حالة الإلكترونات يمكن تعجيل الإلكترون لكي يصبح أصغر من تفاصيل الجسم. وضح بالرسم كامل بيانات تركيب الخلايا الكهربائية. الخلايا الكهربائية انتفاخ زجاجي مفرغ من الهواء طبعا، ده لوح من السيزيوم. طبعا اخترنا السيزيوم لأنه دالة شغل بكونه صغيرة، وهنا مصعد صغير حتى لا يعيق حركة الضوء، يبقى هنا مصعد وهنا المهبط، هنا تسقط من انتفاخ زجاجي وفرق جهد بالشكل كده، هنا يسقط الضوء على السيزيوم، يسقط الضوء على لوح السيزيوم، على لوح السيزيوم، فتكون طاقة الفوتون الساقط لازم تكون أكبر من دالة الشغل، فتتحرك الإلكترونات تنجذب نحو المصعد. طيب اذكر اثنين من الظواهر التي عجزت عن تفسيرها فروض النظرية الكلاسيكية. طيب اثنين من الظواهر طبعا عجزت عن تفسير الإشعاع الحراري، الإشعاع الحراري حيث كانت تنص على أن العلاقة بين، العلاقة بين شدة الإشعاع وطول الموجة علاقة عكسي، شدة الإشعاع علاقة عكسي، يبقى فشلت في الإشعاع الحراري لأنها كانت تنص على أن العلاقة بين شدة الإشعاع وطول الموجة علاقة عكسية، ولكن بلانك أثبت إن هي عبارة عن كمان. الظاهرة الثانية اللي هي التأثير الكهروضوئي، التأثير الكهروضوئي، التأثير الكهروضوئي لأنها كانت تنص على أن كلما زادت شدة الضوء، كلما زادت شدة الضوء، زادت شدة الضوء، زاد تحرر الإلكترون، زاد تحرر الإلكترون. طيب تعال نشوف بقى هنا، تتوقف دالة الشغل للسطح على، طبعا دالة الشغل تتوقف على نوع مادة السطح، نوع مادة السطح وليست على الضوء، شدة الضوء الساقط. كيف يمكن، سؤال بقى، كيف يمكن تقليل الطول الموجي للشعاع المنبعث من الميكروسكوب الإلكتروني؟ بسيط، قلل سرعته، يبقى تقليل الطول الموجي احنا عارفين لميدا بتساوي اتش في ام في في، يبقى يمكن تقليل الطول الموجي، تقليله يمكن تقليل الطول الموجي بزيادة سرعته، يمكن تقليل الطول الموجي بزيادة سرعته. طب تقليل الطول الموجي لأقصى شدة إشعاع
منبعث من جسم أسود من القانون ده لمدة بتساوي تتناسب عكسي مع الدرجة الكلفانية. يبقى نقول هنا لتقليل الطول الموجي يبقى بزيادة درجة الحركة الكلفانية. تاني ازاي نقلل الطول الموجي في شعر الكتروني؟ بزيادة سرعته. نقلل الطول الموجي بزيادة سرعته. اما في حالة الجسم الاسود المثالي حسب قانون فين الطول الموجي يتناسب، الطول الموجي يستهدف اكثر اشعاعا تتناسب عكسي مع الدرجة الكلفانية يبقى بزيادة الدرجة الكلفانية. طيب اذا تصادم فيتون من اشعة جاما الكترون حر ماذا يطرى عليه في خصائصه الجسيمية؟ الجسيم طبعا الجسيمية لا تتأثر لا تتغير. خصائص الموجية اذا تصادم ماذا يطرى على ماذا يطرى عليه على الفيتون نفسه؟ على الفيتون طاقته تقل، تردده يقل، تردده يقل، بينما يزيد طوله الموجي، يزيد طوله الموجي، يزيد طوله الموجي، وسرعته ثابتة، وسرعته ثابتة. نفكرك بكده سريعاً، عند سقوط فوتون ذو طاقة عالية على إلكترون، فإن الإلكترون طاقته تزيد، بينما الفوتون طاقته تقل، تردده يقل، أو طاقته تقل، تردده يقل، بينما يزيد طوله الموجي، يزيد طوله الموجي. طيب، اذكر عاملا واحدا يتوقف عليه من الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع. علاقة عكسية يبقى لمدة اللي هو قانون فين. اذكر عامل واحد يتوقف عليه الطول الموجي، يبقى الطول الموجي يستهدف اكثر اشعاعا تتناسب عكسيا مع الدرجة الكلفانية. يبقى العامل هنا الدرجة الكلفانية او المطلقة، وتبقى علاقة ايه؟ عكسية. توليد تيار كهروضوئي في الخلية الكهروضوئية. اولا العامل تردد الضوء الساقط أن يكون أكبر من أو يساوي التردد الحركة، أو طاقة الضوء الساقط أكبر من أو يساوي الطاقة الحركة دالة الشو، شدة الضوء. طيب إمكانية رصد الفيروسات، يعني عشان نرصد الفيروسات يجب أن يكون الطول الموجي، أن يكون الطول الموجي الساقط أصغر من أو يساوي تفاصيل الجسم. فالضوئي لا يصلح، لان الضوئي الميكروسكوب الضوئي طوله الموجي اكبر من تفاصيل الجسم. ولكن استخدم ميكروسكوب الكتروني، لان في الميكروسكوب الالكتروني حسب مبدا دي برولي اتش على ام في، العلاقه بين الفي والليمت علاقه هي عكسيه، اذا يمكن زياده سرعه الالكترون، اذا نقلل طوله الموجي عن تفاصيل الجسم. اذكر العلاقة الرياضية التي تدل عليها علاقة اينشتاين لتحول الكتلة للطاقة، اللي هي الاي هتساوي ام سي تربيع، ان الطاقة الناتجة هتساوي كتلة الفوتون المتحول او المادة المتحولة في مربع سرعة الضوء. حساب طاقة حركة الالكترون بعثة من الخلية الكهروضوئية ودالة الشغل. احنا عارفين ان طاقة الفوتون الساقط هتساوي دالة الشغل، دالة الشغل مضافة للكاينيتيك انرجي الطاقة الحركية. يبقى لما نيجي نحسب بقى هنا حساب الطاقة الحركية المبعثة من دالة من الخلية، نخلي دي افتراق كاينيتيك انرجي، هتساوي طاقة الضوء الساقط، هتساوي طاقة الضوء الساقط مطروحة منه دالة الشغل، نحصل على الكاينيتيك انرجي اللي هي الطاقة الحركية. طيب اذكر الكمية الفيزيائية التي تتعين من العلاقة التالية. هنا ده اللي هي كتلة الفيتون، نقدر نعين هنا كتلة الفيتون ازاي؟ احسبها لك. احنا عارفين ان الفيتون اذا توقف حول الكتلة ام في سي تربيع هتساوي الطاقة اتش في نيو،
طب لما نيجي نجيب ام في طرف يبقى ام بتساوي القسم على سي تربيع، يبقى اتش في النيو على سي تربيع. اذا دي هذه العلاقه لتعيين كتله الفوتون اثناء حركته، ولكن اذا توقف يتحول الى. طيب متى تساوي القيم التاليه صفر؟ الزياده في قيمه طاقه الحركه المنبعثه من الخليه من الخلايا الكهربائيه. متى القيم دي تساوي صفر؟ الزياده في طاقه الحركه. إذا كانت طاقة الفوتون الساقط تساوي دالة الشغل، لأن عارفين طاقة الفوتون الساقط تساوي دالة الشغل زائد الطاقة الحركية. طاقة الفوتون الساقط E هتساوي EW زائد كينيتيك إنرجي. يبقى متى دي تساوي صفر؟ إذا كانت دي بتساوي دي. إذا كانت طاقة الفوتون الساقط تساوي دالة الشغل. السؤال اللي بعده، كتلة الفوتون تساوي صفر إذا توقف. إذا توقف لأنه يتحول إلى طاقة، حسب نظرية إي أينشتاين، إي بتساوي إم سي تربيع. اكتب العلاقة البيانية بين شدة التيار الكهربائي وشدة الإضاءة في الحالات التالية. عندما يكون تردد الفوتون أقل من طاقة الحركة، لا تتحرر. عندما يكون تردد الفوتون أقوى من طاقة الحركة بهذا الشكل، يبقى العلاقة طردية كده. هنا نقول هنا عدد الإلكترونات المتحررة، هنا شدة الضوء. شدة التيار المتحرر أو الناتج. إذا مهما زادت شدة الضوء وكان التردد أقل من تردد الحركة لا يتحرر، ولكن عندما يكون تردد الفوتون أكبر من التردد الحركة كلما زاد شدة الضوء زاد تحرر الفوتون. إذا استخدم فرق الجهد بين أنبوبة الكاثود في الميكروسكوب الإلكتروني، فاحسب كمية التحرك الإيه؟ طبعا على طول احنا عارفين إن كمية الحركة بتساوي إم في. طب أجيبها إزاي؟ احنا عارفين إن فرق الجهد الإي في في هتساوي نص ام في تربيع. احنا عندنا دي معلومة، فرق الجهد معلوم 500، وعندنا الالكترون شحنته معلومة 1.6 × 10^-19 ثابت يعني، وكتلة الالكترون ثابتة 9 × 10^-31. يبقى مين الموجود عندنا في تربيع؟ عند ايجاد في تربيع خلاص نحسب كمية الحركة اللي هي بي بتساوي ام في. تاني ازاي نحسب كمية الحركة؟ كمية الحركة دايما بتساوي ام في الكتلة كتلة الالكترون في سرعته. الكتلة ثابتة اللي هي 9 × 10^-31. المشكلة في في، اجيبها منين؟ من هذه العلاقة اي بتساوي في تربيع. في تربيع ده اللي هي فرق الجهد. فرق الجهد كام؟ 500 فولت. فرق الجهد 500، وشحنة الالكترون معلومة، وكتلة الإلكترون ثابتة، يبقى مين اللي موجود عندنا في تربيع؟ يبقى معادلة ذاتها مجهول 1 في تربيع نقسم على المعامل نجيب الفي تربيع ونجيب الجذر. بعد ما نجيب الجذر حالة المشكلة، يبقى البي اللي هي كمية الحركة بي ال كمية الحركة بتساوي في فرق بين كمية الحركة وطاقة الحركة، فالمطلوب هنا كمية الحركة. الطول الموجي المصاحب بسيطة، ما احنا عارفين إن مادام جبنا نقدر نجيب طول موجة الطاقة بتساوي اتش في سي على لمدة، أو نجيبها من قانون أو اللي هو بتاع دي برولي، لمدة بتساوي اتش على ام في. احنا جبنا كمية الحركة اهيت نعوض عنها، وإذا ثابت بلانك يبقى مين اللي موجود عندنا؟ لمدة اللي هو الطول الموجي. تعال نشوف السؤال اللي بعده.
في تجربة للانبعاث الكهروضوئي من سطح معدن بأنبوبة مفرغة من الهواء، أضيء السطح بالضوء أحادي اللون، تردده أكبر من التردد الحرج للمعدن، فإذا أعيد التجربة بالضوء له نفس الطول الموجي. أعيد التجربة بضوء له نفس الطول الموجي، الطول الموجي. طيب، ولكن شدته الضوئية ضعف شدة الضوء الأول، فما تأثير ذلك؟ هو الأول حرر ولا محررش؟ فتردد كان تردده أكبر يبقى حرر. فلما تزيد شدة الضوء، طاقة الفوتون الواحد إيه اللي حصل لها؟ تزداد، والنهاية العظمى للطاقة الحركية تزداد، ودلة الشغل في المعدن طبعا ثابت، شدة الطرق أيضا تزداد. علل: عند تسخين جسم بزيادة حرارته يتحول اللون السائد من الأحمر إلى الأصفر ثم إلى الأزرق. لأن كلما زاد التسخين زاد انتقال الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى، وبالتالي يعني كي يستقر الإلكترون يعود إلى مستواه. يعني لو فرضنا ده المعدن اهوت، ده النواة موجبة، ودي مستويات الطاقة. عند التسخين يكتسب الإلكترون طاقة، ينتقل إلى مستوى طاقة أعلى، وتسمى الذرة مسارة، لكي يستقر تعود إلى مستواها وينبعث منها لون أحمر مثلا اللي هو الطاقة تردد أقل. ولكن التسخين أعلى ينتقل إلى مستوى طاقة أعلى وتسمى الذرة مسارة، ولكي يستقر يرجع لمستواه، وهكذا. إذا ظهر الأول اللون الأحمر ثم البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق النيلي على حسب الطاقة التي يمتصها، وتسبب له الإثارة، ثم يعود إلى مستوى ينبعث منه صيف انبعاث. طيب، إذا كانت درجة الحرارة السطح الشمس 6000 وأقصى شدة إشعاع صادرة من الشمس، يبقى دي ليميت شدة إشعاع، وقلنا وأقصى شدة إشعاع صادرة من الشمس مايكرو، فاحسب درجة الحمم البركانية إذا كان أقصى شدة إشعاع صادر لها. ده نقصد بقى طول الموج الأولاني. ليه؟ لأن دي بالمايكرومتر، وده طول الموج الثاني اللي هو أقصى، هو المقصود بالنقطة دي إيه؟ أقصى الطول الموجي للتردد الأكثر إشعاعا، الطول الموجي للتردد الأكثر إشعاعا هنا. طيب، ما احنا عارفين درجة الحرارة، ما احنا عارفين ان لم ده M1 للشمس على لم ده M2 للبركان هتساوي T2 للبركان على T1، يبقى هنعتبر ان الون دي للشمس والتو لمين؟ للبركان. هيبقى كله معلوم ما عدا درجة حرارة البركان اللي هي T2 مجهولة. هيبقى كله معلوم ما عدا T2. ليه بقى؟ لأنه جاب للشمس، لمدة للشمس معلوم، وجاب لمدة للبركان معلوم، وجاب حرارة الشمس لستة آلاف، يبقى مين المجهول عندنا؟ تي تو تحاصل ضرب الطرفين وسطين، نقدر نعين التي للبركان. فوتون النسبة بين ترددهما، فوتونان النسبة بين ترددهما 2:1، تكون النسبة بين سرعتهما 1:1. طبعا السؤال ده تمويه، لان فوتون سرعته ثابته. شوفك انت فاهم ولا حافظ. الفوتونان النسبه بين ترددهما، مهما اذا تردد زاد يبقى الطول الموجي يقل، ولكن سرعتهما ثابته لانهم ضوء. سؤال برضو: فوتونان النسبه بين ترددهما تكون نسبه ترددهما العكس بقى، يبقى 2:1 يبقى 1:2، لأن السرعة ثابتة يبقى العلاقة بين التردد وطول الموجة علاقة إيه؟ عكسية. متى يحدث عند سقوط الفوتون على جسم أسود؟ عند سقوطه، يعني إحنا عارفين الجسم الأسود هو الذي يمتص جميع الإشعاع الساقط عليه ويعيد إشعاعه. الإجابة خلاص، ماذا يحدث عند سقوط الفوتون؟ فإن الجسم الأسود يمتصه ثم يعيد إشعاع.
طب تسخين، ماذا يحدث عند تسخين جسم أسود؟ عند تسخين الجسم الأسود يمتص الإشعاع الساقط عليه ويعيد إشعاعه في أشكال أخرى باللون الأحمر والأزرق والأسود وهكذا. إذن ليه السبب؟ لأن إحنا عارفين إن النواة موجبة هي ومستوى الطاقة. عندما يكتسب الإلكترون طاقة ينتقل إلى مستوى طاقة أعلى وتسمى الذرة مثارة، ولكي تستقر تعود إلى مستواها التي خرجت منه وتفقد نفس الكم. إذن ماذا يحدث عند تسخينه؟ يحدث له إثارة وطيف امتصاص، ويحدث له إثارة كي تستقر، ينتج عن ذلك طيف انبعاث اللي هو اللون بتاعه يتغير من اللون الأحمر إلى الأصفر إلى آخره. علل اللون الغالب على الضوء الصادر من المصادر المشعة يكون متغير على حسب مين؟ إثارة الإلكترون أو المستوى الذي ينتقل إليه الإيه؟ الإلكترون. اشرح تفسير بلانك لظاهرة الجسم الأسود. زي ما اتفقنا إن الإشعاع عبارة عن كمات، لكل كمة طاقة كل كمة طاقة، والطاقة بتساوي اتش في نيو أو إيه بتساوي اتش في سي على لمدة. الطاقة مكمة عدد صحيح، وقلنا هنا إن النواة موجبة وهنا مستويات للطاقة. فإذا امتصت الطاقة، إذا امتصت الذرة طاقة، فينتقل الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى وتسمى الذرة إيه؟ مسارة. ولكي تستقر تعود إلى مستواها وتفقد نفس الكم. إذا بتنص على إن طالما الإلكترون يدور في مستوى واحد لا يفقد ولا يكتسب طاقة، طالما الإلكترون يدور في مستوى واحد لا يفقد ولا يكتسب طاقة، ولكن إذا اكتسب طاقة ينتقل إلى مستوى طاقة أعلى وتسمى الذرة مسارة، ولكي تستقر تفقد نفس الكم في شكل طيف انبعاث بالشكل ده. الشكل المقابل يوضح لنا الخلايا الكهروضوئية. ماذا يحدث إذا استبدلنا قطبي البطارية من حيث تحرر الإلكترونات؟ إذا استبدلنا قطبي البطارية من حيث تحرر الإلكترونات، معروف كلما زاد فرق الجهد زاد تحرر الإلكترون وزادت سرعته. إحنا عارفين E V بتساوي نص M V تربيع. إذا زاد فرق الجهد زادت سرعته وليس عدد. إذا زاد فرق الجهد زادت سرعته، لأن دي ثوابت، شحنة الإلكترون ثابتة وكتلة الإلكترون ثابتة. لماذا لا تنفذ الإلكترونات الموجودة في الكاثود؟ لماذا لا تنفذ الإلكترونات الموجودة في الكاثود؟ لأن طبعا أن الطاقة لا تفنى، الطاقة تخطط الضوء الساقط تكسب الإلكترونات طاقة حركية لتكمل الدائرة وتعود مرة تانية لتكسب نفس الطاقة، لأن الطاقة لا تفنى، أن المادة لا تفنى ولا تحدث من عدم. إذن لا تنفذ الإلكترونات ليه؟ لأن لا تنفذ الإلكترونات ليه؟ لأن الإلكترونات تكتسب طاقة من الطاقة الضوئية والشمسية لتتحرك وتنتقل في خلال الدائرة ككل. طيب، ما الأساس العلمي الذي تقوم عليه فكرة عملها؟ اللي هو انبعاث الكهروضوئي، اللي هي تحرر فكرة العمل انبعاث كهروضوئي، اللي هي ظاهرة تحرك الإلكترونات من سطح معدن عند سقوط ضوء عليه. الأساس العلمي الانبعاث الكهروضوئي اللي هي تحرك الإلكترونات من سطح معدن. علل يفضل استخدام الكاثود من عنصر دالة الشغل. الإجابة بسيطة وسهلة، حتى يكون الضوء الساقط أكبر، حتى يكون طاقة الفوتون الساقط أكبر من دالة الشغل ليتحرر، لأن من شروط التحرر أن تكون طاقة الفوتون الساقط أكبر من دالة الشغل. كيف يرتبط النموذج الجسيمي للضوء مع النموذج الموجي؟ إن المادة أثبتنا مبدأ أصدر تأثير كومبتون، قال فيه إن الموجة له صفة جسيمية، ومبدأ دي برولي
جسيم يصاحبه حركة موجية اللي هو لميدا. لميدا بتساوي اتش على ام في. طيب اذكر الكميات الفيزيائية تتعين من ام سي. طب ما احنا عارفين ان ام سي تربيع بتساوي بتحول الى ايه؟ اتش في نيو مثلا، اتش في سي على ليميت، اتش في سي على ليميت، فالسي راحت مع التربيع، اذا ام في سي هتساوي اتش على ليميت. طيب اتش على ليميت سي، ليميت سي اللي هي في الحالة ديت هنقول عليها لو خلينا ديت في طرف اللي هي الطول الموجي نقدر نقول على ديت على طول ام كتلة فوتون. ليه؟ لان احنا عارفين ان الليمدة بتساوي اتش على ام في سي. ان مبدأ دي برولي بيقول ان الطول الموجي بيساوي ثابت بلانك مقسوم على كتلة الحركة. فلو عملنا اعادة تعديل خلينا ام مكان دي، دي كتلة، دي كتلة الفوتون، ممكن نسمي دي كتلة الفوتون. في تجربة لانبعاث كهربائي من سطح معدن فيها تردده أكبر من تردد الحركة تحرك سمو عيدة، ولكن الطول الموجي نص، الطول الموجي قل يبقى التردد زاد. إذن فإن النهاية العظمى حركة المرتبة تزداد، ودالة الشغل لا تتغير، دالة الشغل لا تتغير لأنها خاصية تعتمد على المادة نفسها. شدة التيار تزداد. ليه؟ لأن الطول الموجي طوله الموجي نص الطول الموجي الأول. بما أن قل الطول النص، قل الطول الموجي للنص، يبقى التردد زاد للضعف. بما أن التردد زاد للضعف إذن شدة التيار تزداد، عادة الحرارة تزداد. ما النتائج المترتبة على زيادة حرارة الشمس بالنسبة للون الغالب عليها؟ الغالب عليها معظمه في الضوء الايه؟ المرئي، الضوء الأبيض المرئي. زيادة درجة حرارة الشمس بالنسبة لأقصى شدة إشعاع تقل، علاقة عكسية حسب الليمدة تتناسب عكسي مع تي، يبقى علاقة عكسية تقل، يبقى زيادة تقلل من قيمة الليمدة. طيب يبقى دي تقل. طيب اذكر طريقتين يمكن بهما تحرير الالكترونات من سطح معدن بسيطة. واحد زيادة تردد الضوء الساقط، زيادة تردد الضوء الساقط عن دالة الشغل. اتنين اختيار مادة ذو دالة شغل ايه؟ مادة الهدف او مادة المهبط ان يكون دالة الشغل لها اقل. شحنة الشبكة في انبوبة الكاثود، الشبكة تكون موجبة عشان تجذب مين؟ الالكترون. الجهد الواقع بين الشبكة ومكسور من قانون اي في كابيتال بتساوي نص ام في تربيع. يبقى اذا كتلة الالكترون ثابتة وشحن الالكترون ثابتة، يبقى العلاقة بين الفي، يبقى زيادة الجهد يؤدي الى زيادة السرعة او زيادة الطاقة الحركية، يؤدي الى زيادة الطاقة الحركية يعني زيادة سرعة الالكترون. طيب توقف عمل الالواح المغناطيسية في انبوبة الكاثود، تأثير الالكترونات في خط مستقيم، تصطدم الالكترونات في نقطة واحدة، عند مركز الشاشة. احنا عارفين هنا ده انبوبة الكاثود اهيت بالشكل ده كده، وده الفتيل او المصعد المهبط مع الالكترونات، وهنا الشبكة
وهنا المجالين، مجال كهرباء منصي هو اللي بيحرك الشعاع الأعلى بس، فإزاحات انعدام المجالين تسير الكترونات في خط إيه؟ مستقيم، وتصطدم بمركز الشاشة. إذا كانت سرعة الإلكترون المحرر من الكاثود في أنبوبة أشعة الكاثود وذلك عند اصطدامها بالأنود هي دي سرعة الإلكترون بالمتر على الثانية، سرعة الإلكترون، فاحسب الطول الموجي المصاحب. يبقى هو جاب السرعة وعايزين الطول الموجي المصاحب، بسيطة، ما احنا عارفين ان الطول الموجي المصاحب لمدة بتساوي اتش على ام في، السرعة موجود والسرعة وكتلة الالكترون ثابتة ودي ثابتة، يبقى ده مجهول نجيب، يبقى ده قانون مستخدم، يبقى كله معلوم ما عدا مين؟ الطول الموجي. كمية الحركة بسيطة، كمية الحركة بتساوي ام في، احنا جبنا عندنا السرعة موجودة، سرعة الالكترون موجودة اهي، وعندنا كتلة الالكترون ثابتة اللي هي 9 × 10^-31، نقدر نعوض فرق الجهد بين يبقى ال في، في بقى في هتساوي نص ام في تربيع، ال في موجودة والكتلة موجودة وشحنة الالكترون موجودة، يبقى المجهول عندنا فرق الجهد ال في كابيتال، يبقى دي المجهولة نقدر نجيبها ونعوض عن شحن الإلكترون بقيمته 1.6 × 10^-19، قيمة ثابتة، وكتلة الإلكترون قيمة ثابتة 9 × 10^-31، وفي اللي هي سرعة الإلكترون معلومة سرعته اللي هي قيمتها كام؟ 5 × 10^-7، ونعوض. يبقى كل معلوم ما عدا فرق الجهد اللي نقدر نجيبه.